الحاج يوسف، انت يعني صاحب هذه الجلسه هذه، بعد ما شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي انه تجلي نيضه على اصحاب العصير في ساحه جمع في الساحه العالميه بانهم تيخلطوا عصير الليمون بالماء. حنا تنعرفوا الحاج يوسف يعني تيجي عنده شخصيات وكذلك محل الثقه، واولا الحمد لله على السلامه بعد ما يعني اديت مناسك الحج. شكرا. على سالتكم الديار المقدسه، اش تقدر تقول لنا الحاج يوسف على هذه المساله هذه؟ اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، ورحب بجميع المغاربه في ساحه جامع فنا. صراحه حنا تنكروا هاد الاشاعات اللي كاينين في ساحه جامع فنا. حنا ساحه جامع فنا تنعرفوها من زمان الزمان، هاد المنتوج هذا كاين في هاد الساحه هادي ومعروف الحمد لله. وكي تنقولوا الله تعالى تيقول من غشنا ليس منا، وني غش راه خص يا رسول، يعني ليس منا يعني راه ماشي معنا حنايا، يعني راه ماشي مسلم كاع نهائيا هذاك اللي غش. والغش راه كاين جميع القطاع ماشي بالضبط ديال عندنا حنايا. تحية لكم الحاج. يعني انتم تيجي عندكم الزبناء سواء من داخل المغرب او خارج المغرب، اجانب، واش يعني كاين شي واحد اللي بعد ما عطيتيه العصير ودار شي ريكلاماسيون، يعني شي قال لك اودي شي شكايه بان راه العصير ما مزيانش، واش شنو تقدر تقول لنا؟ صراحة الحمد لله حنا ديما عندنا من جميع انحاء العالم، يعني كاين اللي جاي عندنا من امريكا، من فرنسا، من الانجليز، من المغرب، من مراكش، نيت. الحمد لله ساحه جامع فنا معروفه بالجوده، والحمد لله ما عمر شي واحد شكا من 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 العصير ديالنا، وراه الناس هادو الله يهديهم وصافي. جالي بصفتك كرئيس جمعيه بائع العصير او العواصير كما تقولوا انتم، اش تقدر تقول لنا على هذه الاشاعات اللي تنشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي بانهم اصحاب العصير راه تيعطيوك ليمونه وحده في كاس ديال الماء؟ اش تقدر تقول لنا السي عبد الجليل؟ الله يرحم الوالدين الله يجزيكم بخير على هاد يعني هاد الاتفاده البسيطه. دورو شوف راه كاين حنا 63 جلسه في ساحه جامع فنا، دور شوف واش عندنا الكريال ولا لا، دور شوف واش الناس واش ضاحكين ولا لا، دور شوف الناس واش يتصوروا معنا ولا لا. حنا راه تنتصوروا سير بلاص، يعني الناس تياخذ العصير وتيتصور معاك، تيجي حتى تيتقاد العصير هذا. بالله عليك واش هاد الناس هادو ما عندهمش كيدي باش يشوفوا واش نديروا انا في العصير؟ يدوق يشوف المذاق. اش عرفتي شنو اللي دار هاد الضجه هادي؟ حنا والثمن الناس تيشربوا العصير ب 40 درهم و50 درهم وما تيرقهمش، بخلاف انه ساحه جامع فنا ارخص عصير في جامع في العالم. شحال الثمن؟ راه كاس العصير 10 دراهم، لا تجوز 10 فيه السيدر والليمون ما تيتزاوجش 10 ديال الدراهم، والكاس الصغير ما تيتزاوجش 6 ديال الدراهم. اشنو اللي تقدر تقول لنا السي عبد الجليل؟ انت بصفتك رئيس الجمعيه والناس دايرين فيك الثقه، اش تقدر تقول للزبناء اللي غادي يبغي يجي يشرب العصير بعد ما سمع هذه الاشاعات؟ اش تقدر تقول لهم؟ اشنو الرساله اللي غتوجه لهم؟ اذا كانت هاد الناس يقولوا بانهم عندهم لي في هاد الفيديو هذا، خصنا نجيو الجامع فنا نلقاو خاويه، حتى واحد ما تيشرب لنا العصير. دور تشوف دابا، دور الكاميرا نعم تيشوفنا، جلسات كلهم عندهم الزبائن وهما فرحانين، ما يمكنش شي واحد يشرب شي حاجه ماشي هي هادي ويحط عليك. دابا ولا كلشي ولا في العالم ولا صحافي، كلشي عنده تليفونه، اي واحد شرب شي في البلاصه دي صوره يقول لك السيد شرب عنده ما عطانيش هذا الشيء مازال الناس كلها هي جلست كلهم الناس يتصوروا عنده، كلهم تيتصوروا عنده وفرحانين بهم. سي عبد الجليل شحال من عام وانت تمارس هذه المهنه في ساحه جامع فنا؟ انا تقريبا 30 سنه. 30 سنه وانت في هذه المهنه؟ 30 سنه. ما عمرك كتشي شكايه بانه راه تتغش ولا راه انت غشاش؟ بهذه العباره هذه اسمح لي، يعني ما عمرك السمعه ديالكم لهاد الناس اللي تيقولوا هذه الاشاعات؟ الحمد لله بانه كاينين الناس، اقسم لك بالله كاين واحد السيد هو عائلته تيجي من يوسفيه عندي، جابتها لي الوقت نقولها، واحد البنيه عندها كانت عندها عامين، دابا تبارك الله عندها جوج وليدات. هما باقي الان تيجيو تيشربوا عندي تيجيو يشربوا عندي هما فرحانين، وتيجيو تيقول لي راه جينا لساحه جامع فنا جينا لمراكش، راه على قبل باش نشربوا العصير في ساحه جامع فنا. رسالة أخيرة للناس اللي تيشوفوكم، شنو الرسالة غتوجهوا لهم؟ رسالة الله يرحمها الجميع، إلا بغيتي تجيرو لي فيو ولا المشاهدات كثار على القضايا الجوهرية اللي تيعيشها المراكشي واللي تيعيشها المغربي، وتفوتوا هاد المساكن، تفوتوا عليكم هاد المساكن ديال الله يرحمها. كاستاذ بالنسبه كيفاش يعقل دابا سير الانسان كاس العصير؟ واش الانسان على ما عرفش ما عمرش شرب العصير؟ راه بطبيعه الحال الانسان هي تيشرب العصير وتيعرف العصير واش مزيان ولا لا، مهما شرب العصير وخلص لك راه الانسان راه مرتاح. هذا الشيء اللي كاين اوستاذ. رسالتك للزبناء والناس اللي ولاو متخوفين بانهم راه باش يجي يشرب كاس ديال الليمون راه هذاك كاس الليمون مخلط بالماء.
الحمد لله ما كاين لا ما لا حتى شي حاجه. الحمد لله الانسان يجي ويشرب العصير مع راسو. الرش راه معروف بالساعه الجامعيه، وهذوك راه اعداء لهذا الوطن هذا واعداء لهذه المدينه، ساحه جامعتنا. تحيه لكم.